أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم. نقرض الله؟ الله، إزاي نقرض الله؟ الله الله الله. بص يا فندم، لما نزلت الآية دي وفي آية شبهها برضو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض هو في الحقيقة عائد عليك أنت. ولما نزلت الآية ديت جه واحد اسمه أبو طلحة الأنصاري وجي قال له يا رسول الله، الله يطلب مني القرض؟ قال له نعم، للفقراء والمساكين. تمام. فجي سيدنا أبو طلحة الأنصاري قال له يا رسول الله، إن من أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة أو جنينة مستقبلة المسجد النبوي، وإني أشهدك أني جعلتها صدقة لوجه الله تعالى. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها منه. وإيه كمان؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، دي تدي ملمح جميل وانت بتقرض أو بتتصدق أو بتطعم الجائعين وتسقي الظمأة وتطلع شنط رمضان وتطلع بطاطين، كأنك تعطي هذا لله ولله المثل الأعلى. شوف ستنا زينب أم المساكين لما كانت تعطر الدرهم، تمسك الجنيه ولا الميت جنيه ولا الميتين جنيه، تعطرها، مش تعقمها، لا تعطرها، حط عليها مسك عشان تبقى ريحتها حلوة. فقالوا لها الله، ده الفقير يعني. قالت إن الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، ولا أحب أن أضع في يد ربي رائحة كريهة. هي ديت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وبرضه في ملمح تاني، القرض يا فندم بيروح ولا بيرد؟ القرض يعني السلف. المفروض انا بسدده، مش عارفه يعني ايه بيروح ولا بيرد. يعني انا انت اقترضت مني مبلغ، خلاص راح عليا ولا هيرجع؟ لا، المفروض يرجع. اهو من ذا الذي يقرض الله، عايز يقول لك اللي انت دفعته هيرجع، بس شفت بس يضاعفه مضاعف. اي الله يفتح عليك، هي دي بقى، فيضاعفه له اضعافا كثيره. والله يعني هيرجع لك فلوسك وملك اللي انت خرجته هيرجع لك، بس بزياده. بس مش ربا ولا حاجه، لا، فيضاعفه له، دي كانت تكفي، أضعافا كثيرة. أيوة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من أسماء الله القابض، ومن أسماء الله الباسط. في من أسماء الله الحسنى، كنت نفسي نقف معاها لو عشنا بقى فيها جمال. أسماء الحسنى ديت، في أسماء اسمها أسماء جمال، وفي جلال، وفي جلال طبعا، وفي اسم يحتمل الاثنين. يعني انا ممكن دلوقتي وانا مع حضرتك في رمضان اقول ايه؟ الجبار. يا جبار يا جبار يا جبار. جبار ده قوي، وفي نفس الوقت يجبر الخواطر. الله عليك، انت عملتها قبل كده. عملناها انا قبل كده. الله يفتح على حضرتك، واخد بالك حضرتك يا فندم. فجمال وجلال، لا ده في بقى حاجه اسمها اسماء متلازمه. لازم الاثنين يبقوا مع بعض. الرحمن الرحيم، الرحيم، خد بالك. القابض الباسط، الباسط، المعز المذل. الله يفتح عليك. الله 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 الله. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ليه متلازمين؟ لازم يشتغلوا مع بعض. قبض وبسط يعني يا فندم، يعني يقبض من هنا ويبسط من هنا. سيدنا ابن القيم قال كلام غايه في الروعه، نفسي تسمعوه قوي، في القبض الباسط ده. قبض يعني يقفل ده، لازم يفتح دي كمان. يعني اذا اغلق عنك بابا بحكمته فتح لك ابوابا برحمته. الله. جميل. احنا هنروح نشوف الكرتونة اللي الناس طول شهر رمضان شغالين فيها، مش بيوقفوا. يعني الناس مش مثلا مش خلاص طلعت في اول رمضان واخر رمضان، لا، هي كمان بتفضل شغال على فكرة طول السنة معظمها. يعني هنا القابض والباسط بقى، تشرح لنا على هذه الصورة. الله يفتح لحضرتك. اذا بسطت، البسط اللي هو الفتح. طب والقابض اللي هو الغلق. لما تبسطها يوم ربنا يبسطها لك من الناحيه الثانيه. طب لما تقبضها ربنا يقبضها من الناحيه الثانيه. عبدي انفق، انفق عليك، انفق عليك. اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي منفقا خلفا. من هي دي القبض الباسط. ايوه صحيح. والقبض الباسط تعطيك ملمح، يعني القران بيقابله في السنه. خلاص ده بيفسر ده. انه القابض الباسط قدامها، اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. سبحان الله. والقبض البسط يقول الاثنين مع بعض ليه يا فندم في الصدقات والحاجات ديت؟ عايز يقول لك لما تتقبض عليك وتتقفل لازم تتفتح من الناحيه الثانيه. لان هو قابض وفي نفس الوقت ايه؟
باسط. الاثنين مش بعد، مش بعد زي ما يقول لك ايه، والله يقبض ويبسطه، يعني في نفس اللحظه. يعني مجرد ما تسيب الوظيفه دي اعرف ان في واحده هتفتح تاني. بس محتاجين ايه؟ شويه يقين. محتاجين ثقه، تبقى عندك ثقه فيما عند الله اوثق مما في يدك الان. الله، زي سيدنا واليه ترجعون. زي ما هو يا فندم القبض البسط اشتغل معايا، انت عارفه كمان مع سيدنا يوسف من الجب اصبح عزيز مصر. ايوه، اشتغل مع ستنا هاجر، الميه خلصت والبلح خلص، يقوم ربنا قبضه. طب البسط، بسط لها زمزم تشرب منها العالم كله حتى يومنا هذا. سيدنا النبي انت بما ان حضرتك رحم الله ام اسماعيل، لو لم تقل زمي زمي لكانت زمزم عينا معينا. بما انه حضرتك بتاع الامثال، مدائت لما فرجت، ما هي دي برضه قبض باسط. فعلا صح. وكان شيخنا يقول لنا الله يرحمه، يقول في القبض الباسط: اعلم ان الدنيا كلما ضاقت اتسعت، وكلما اتسعت ضاقت. احنا بس مركزين لما الضيق تتسع، لا اعرف لما تتسع قوي اعرف ان في حاجه جايه. يا ساتر يا رب. ما هي دي، ما هو ده يا فندم امر الله، مش حاجه وحشه. زي كده الشباب من بعد الشباب بيكبر وبيعجز، هي دوره، دخلتنا في الدنيا الأمثلة. دوره دخلتنا في الامثله. هقوله بقى، بيقولوا ما فيش لحمه من غير ايه؟ من غير ايه؟ عظم. لازم وانت بتقطع كده الست البنت تجيب حته اللحمه وتيجي تقطع فيها عظم. الله يفتح عليك. ماشي. طب الاطعام بقى، يعني ثواب الكراتين دي معروف، ثواب الاطعام لو الست طبخت واكلت حد معاه، الله، اكلت الناس برضو، مطبخ الخير، معرفش ايه الحاجات دي، الطبيخ، يعني انك تاكل اكله سخنه، هل دي ليها ثواب؟ وجبه دافئه. الوجبه الدافئه او الـ او الـ او الـ او الاكله دي عند ربنا ليها ثواب عظيم قوي 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 قوي. ليه؟ ربنا يجي يوم القيامه يقول لك: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. كملي بقى. فيقول العبد يقول ايه؟ يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ مش انت اللي بتقول وهو يطعمه ولا يطعم؟ يقول له: الم يستطعمك عبدي فلان؟ مش احنا طلبنا منك تاكل الفقراء وانت رفضت؟ قال له: خير يا رب، ايه الموضوع؟ قال له: اما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. وفي رمضان الموضوع مضاعف. ليه؟ هتاخد الثواب ده كله. أيوة. زائد ثواب تفطير صائم، ثواب الصائم ده دون ان تنقص من اجل الصائم شيئا. طب ركزي معايا، انا فطرت 10، يبقى اخدت كام؟ خدت ثواب كأن صمت 10 ايام. والله يضاعفه لمن يشاء. طب انا عامل مائده رحمن وبفطر كل يوم 100، خلاص اضرب 30%. والله يضاعفه لمن يشاء. اعرف اسر طيبه لازم تعمل كل يوم، والست بتعمل طبيخ او تجيب وجبات خارجيه، تعمل حساب 3-4 وجبات تطلعهم لله. وبعدين على فكره يا فندم بتلاقيها ماشيه، ما تعرفش بركه مين. صحيح. احنا في ناس بيرموا اكل اكتر من اللي بياكلوه. لا، ما هو احنا ما نرميش بقى، لسه احنا نعيد لسه تدوير الاكل. الله يفتح عليك. كنا احنا بناكل اكلنا تاني يوم نظبطه، يبقى انا اجيب على قدي. لو زودنا يبقى بنزود عشان الناس، عشان يبقى من نصيب ومن رزق ناس تانية. نعم. يعني اذا زود، كان في ناس تحب تقول لك: لا زودي. زودي عشان هم كرم، عشان يحبوا ياكلوا جيرانهم. أيوة. ياكلوا البواب، يبعتوا مش عارفه. وكمان فيه مثال جميل قوي، يقول لك هو النبي ما قالوش ولا حاجه، بس احنا بنقوله قيل، يعني هي مشهوره قوي قوي ان النبي قال، لكن هنا ما قالش عشان احنا نبرئ نفسنا بين يدي الله يوم القيامه. يقول ايه؟ اذا احب الله اهل بيت ارسل لهم هديه. هسمعها لك دي. إذا أحب الله أهل بيت أرسل لهم هدية. قيل: وما الهدية؟ قال: أرسل لهم ضيفة، فإن الضيف يدخل عندك برزقه ويخرج من عندك بذنوب أهل البيت. الله. أيوة، الناس اللي بتيجي تاكل عندنا في البيت بتاخد معاها. والنهاردة بقى أنا بقولها فاتوة، بس النية تبقى حلوة، وبقولها يعني. النهاردة مش لازم الضيف بقى يجي عندك بيتك بقى، لأن دلوقتي بقى في خصوصيات، دلوقتي مطاعم بقى مش عارف لا إيه. وفي خصوصيات في بيوت ما ينفعش حد يخشها. طب امال ايه؟ في ظروف. بره بقى يعني، تبعت بره او في اودي له بيته، او اصل واحد يقول لك ايه الضيف لازم يبقى عندي، لا مش لازم يبقى عندك. ما هو يا فندم الحكم ثابت، ولكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وصلت ولا؟ وصلت. طب القابض الباسط هنا بقى، الله عليك، في هذه الصور نطبق عملي بقى. بص يا فندم، شوف المنظر عامل ازاي، والله سبحان الله. يعني انا بس عايز اقول ده، ما يعني انت ما ترضاش تعيش في قد ده 10 مرات، فعايز اقول لك حاول تدخل البهجه والفرحه على الناس دي، خاصه في الشهر الفضيل. وخاصه يا جماعه واحنا داخلين
على ايام سرور وفرحه بعد بعد العيد، بعد رمضان جاي عيد، ازاي الناس تعيد في منظر زي ده؟ انا ما اعرفش بصراحه، امال يبقى عيد ازاي؟ ما هو العيد مش للاغنياء بس ولا لاصحاب الاموال بس، لا لا لا، العيد للفقراء ده، العيد لليتامى، العيد للمساكين، طبطب عليهم، احنوا عليهم، هات لهم يا عم لبس جديد، كوتشيات جديده، هات لهم فطره العيد، هات لهم يا اخي، بحيث ان العيد يدخل عليهم وهم كده سعداء مسرورين مبسوطين، والسرور ده عند ربنا كبير قوي، من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. كنا زمان واحنا صغيرين يا فندم ننتظر العيديه من خالي او من عمي، مش كده برضه؟ فكذلك برضه الفقير بيبقى منتظر يا عيني حاجه كده، وخاصه الفقراء الذين لا يسالون الناس الحافه. طبعا انا بركز في دي قوي. واحنا طبعا في الشهر ده كويس ان احنا افتكرنا مع الاستاذ دعاء، هتلاقي التسول كتير قوي. لا ملناش دعوه بالمتسولين، لسه بقول لك اهو، على ابواب المساجد وفي طلعات الكباري والنزلات وفي مش عارف ايه ده، انا بقول لك اهو على الهوا، اوعى تدي حد من دول، اوعى. طب انا عايز اكرمهم، اديهم عنوان جمعيه زي البر والتقوى، وهم يروحوا يعملوا بحث اجتماعي عنهم، ولو يستحقوا ياخدوا يا جماعه. لا انما الناس استسهلت قسما بالله، دي شغلانة، دي مهنة، دي مهنة، لقينا عندهم عمارات يا فندم. لا لا، دي مهنة، دي مهنة، ودي معروفة وحاجة معروفة من زمان. احنا بنتحرى الدقة، بنعرف مين اللي الفلوس رايحة له، معظمنا نزل الأماكن دي. لا بقى يا فندم، ورققوا الألوف في الأيام دي بالذات، يلبس لبس وحش ويعيط وبتاع. لا لا لا، ولا يخيل علينا الكلام ده، وما بيخيلش علينا وخلاص. مش قسوة قلب دي، خدي بالك عشان. لا مش قسوة قلب، احنا عارفين إن دي مهنة. أيوه. وياما صوروا واحد إيده مقطوعة وأتارية مش عارفة مخبي إيده ورا وحاجات كده. هتقطع رزق الناس الغلابة ليه؟ الغلبان يروح لمقر زي ده تتعامل معاه رسميا. ده نصب واحتيال. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد الصباغ، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.